طيب، من المبادرات المهمة جدا اللي دايما بتسعى ليها الدولة علشان خاطر تقدر اللي هي تقلل نسبة البطالة، وبالفعل قدرت مصر خلال الفترة اللي فاتت اللي هي تقلل مستويات البطالة فيها، وده من خلال عدد من المشروعات المختلفة وأيضا دخول فكرة رواد الأعمال. لكن في فرص عمل جديدة، فرص عمل حقيقية وفتح أبواب رزق كتيرة قوي بتحصل للشباب، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وده المشروعات دي بتقدمها مبادرات مختلفة، يمكن من أهمها مبادرة مشروعك اللي لحد دلوقتي قدرت اللي هي تنفذ 32 ألف فرصة عمل بتمويل بيقدر ب 3 مليار جنيه مصري في محافظة البحيرة. تنمية مجتمعية واقتصادية يستهدفها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، حيث ساهم في توفير 90 ألف فرصة عمل مباشرة لشباب الخريجين من أبناء محافظة البحيرة. كذلك فإن الدولة تستهدف من هذه المشروعات حماية الشباب من خطر الهجرة غير الشرعية، والذي حصدت المحافظة ثماره بالفعل، ولم يخرج منها قارب هجرة غير شرعية من سواحلها خلال العام الماضي. واستحوذت تلك المشاريع منذ انطلاق المشروع وحتى الآن على قيمة تمويل بلغ 3 مليارات جنيه، تم خلالها تنفيذ 32 ألف مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة. وترجع أهمية المبادرة إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات للحد من البطالة، كما أنها تعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر. محافظة البحيرة قدمت المزيد من التيسيرات مع تذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام الشباب للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة، بهدف تشجيع تلك المشروعات وزيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة وفتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة.